السلام البنات، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ توحشتكم بزاف 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 بزاف. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم ان شاء الله وصفه وجبه عشاء سهله سهله جدا، وهي عباره عن كريتان. سهله البنات ودغيا كيوجد صراحه، يعني ما كيشدش الوقت، ومكونات بسيطه جدا وجدو. ونتمنى يعجبكم يا ربي، امين. وتبعوا معايا ان شاء الله كيفيه تحضير غراتان منزلي 100%. البنات كنحتاج البصله كبيره كيف ما كتشوفوا، كنحتاج البصله ونقيتها، يعني حيت ليها القشور، ومطيشه وحده حتى هي مغسوله ومنقيه، فروماج، اي فروماج متواجد عندكم. هنا كنحتاج معلقه كبيره زبده، شويه ديال الزير، جوج وراق سيدنا موسى، جوج فصوص ديال الثومه، وشويه ديال ضامه كنور البقر. هنا شويه ديال البزار، شويه ديال الكمون، شويه ديال التحميره، شويه ديال الملحه، والسكنجبير، والخرقوم البلدي، الكفته، معلقه صغيره ديال مطيشه الحك، وسباغيتي. تبعوا معايا كيفاش غادي نوجد ان شاء الله هاد الكريتان. اول حاجه غادي نقطع البصله قطع صغيره جدا كيف ما غتشوفوا دابا معايا. داك العظم ديال البصله كنحيدو كاملو كيف ما كتشوفوا. بصراحه ما كنحملش نطيبو في الطياب، ما كيعجبنيش حتى، ما كيجيش بنين. هانتوما كما كتشوفوا كنحيدو كاملو، وكنواصل التقطيع ديال البصله ديالي حتى نكمل ان شاء الله. وخليكم معايا. كيف ما كتشوفوا كناخد مقلات كندير فيها البصل اللي قطعت كيف ما كتشوفوا، وكناخد جوج ديال الفصوص ديال الثومه كنقطعوهم طريفات صغار. انا فيا هنا اللي خدم ديك الماكينه ديال ديك اللي كتقشر بها ثومة عندي، ولكن بغيت نقطعها طريفات صغار بيديا كيف ما كتشوفوا. غادي نقطعها طريفات صغار بزاف بزاف بزاف، وغادي نديرها على ديك البصله، يعني نديرها فوق منها. وتبعوا معايا. بعد ما قطعت الثومه كيف ما كتشوفوا حطيتها على البصله. دابا غادي ندير الكفته، وغادي ندير جميع المكونات اللي عندي، يعني دوك القوام كيف ما كتشوفوا. غادي ندير ورقه سيدنا موسى، والزبده، وضمت كنور. غادي ضمت كنور، غادي يعني فرتتها فوق الكفته باش تعطي لوغو. وندير اليزير ديما كنديرو في القنيه، هو وورقه سيدنا موسى. وغادي ندير شويه ديال زيت الزيتون، اكيد هذا ديما كنستغنيش عنها صراحه. وغادي نديرهم فوق البوطه، وغادي نخلي الكفته تشحر ان شاء الله.
ملي كنحرك هنحرك المكونات ديالي كلهم يتجانسوا مع بعضياتهم، ومن بعد غادي نسد على المقله ونخلي يعني على نار هادئه مهيله، ما تزيدوش النار بزاف، ونخليها يتشحر شويه. دابا غناخد هنا مطيشه اللي عندي، غادي ندير ليها نفس الطريقه اللي درت البصله، يعني غادي نقطعها طريفات صغار حتى هي قطعها طريفات صغار كيف ما غتشوفوا معايا. كما كتشوفوا مطيشه قطعتها طريفات صغار كاملها، يعني كل واحد والطريقه ديالو. انا كندير هذيك الطريقه دابا اللي وريتكم، يعني كنسهل بها العمليه ديال التقطيع. كندير طريقه بسيطه جدا. دابا ملي قطعتها كما كتشوفوا غادي نمشي للحشوه ديالي ديال الكفته، وغادي نطلع عليها ونحركها عاوتاني ما كتشوفوا. لا بداو مره تطلعوا عليها، يعني تبقاو تحركوا المكونات يتجانسوا مع بعضهم كيف ما كتشوفوا. وديك الساعات غادي نضيف عليهم المطيشه اللي قطعت طريفات صغار، غادي نضيفهم على الكفته، وغادي نبدا نحرك عاوتاني، يعني نحركهم كاملهم مع بعضهم كيف ما كتشوفوا. ودابا غادي نزيد يعني ملعقه صغيره ديال مطيشه الحك، كتعطي يعني لون للمطيشه الاخرى. لحقاش الا درتي مطيشه طبيعيه بوحدها ما كتعطيش اللون كيف ما كتعطي لمطيشه الحك، وكتعطي حتى يعني البنه للكفته. كنحرك المكونات ديالي كاملهم، وكنسد على المقله نخليها تطيب شويه. هنا كناخد كاسرول كندير فيها الماء وكنديرو فوق العافية باش يغلى. الماء من بعد ما غلى ليا الماء هنا كان غادي ندير سباغيتي، يعني غادي نلوح شوية بشوية، يعني كنخليها حتى طيب على خطرها كيف ما كتشوفوا. والحشوه ديالي هنا طليت عليها، دابا غادي نزيد ليها من الماء فاش طابت سباغيتي، يعني كنعبر 4 ديال المغارف ديال الماء اللي طابت بهم سباغيتي، وكنسقيه به الكفته من الحشوه ديالي، وكتجي بنينه يا البنات. هانتوما كيف ما كتشوفوا، يعني درت 4 ديال المغارف، وكنحرك شويه ونسد عليه عاوتاني يطيب الكفته مزيان، يعني باش تطيب الكفته لا بد دير ليها شويه ديال الماء. انا كندير ليها الماء ديال سباغيتي، يعني فاش طبت سباغيتي، وكتجي واعره وهائله. ها هي الحشوه ديالي كنحركها دائما كيف ما قلت لكم، لا بد نطلع عليها مره، يعني كنبقى ندير طليله. كنحركها هنا مزيان، وسباغيتي باقا كطيب يعني بشويه الماء اللي خليت ليها. وهنا طابت لينا يعني الحشوه، طابت يعني خليت حشوه حتى تنشفات من داك الماء اللي فيها، وسباغيتي كذلك. دابا غادي نمزج المكونات بجوج،
يعني مزيتش سباغيتي مزجتو بالكفته وكنحرك كيف ما كتشوفوا، كنحركه حتى يولي واحد المكوي ان شاء الله. هانتوما كتشوفوا يعني كنمزج بين الكفته والسباغيتي، كنواصل هكاك وخليكم معايا. هنا كيف ما كتشوفوا كناخد مول وكنقسم الحشوه ديالي الى قسمين. كندير القسم الاول كيف ما كتشوفوا معايا، كندير عليه يعني ندير فوقو فرماج، داك الفرماج اللي وريتكم انا خديت يعني قشرتو يعني حكيتو في الحكاكه كيف ما كتشوفوا. كندير شويه ديال الفرماج، انا عندي هنا غير شويه ديال الفرماج، نتوما الا عندكم بزاف ديال الفرماج يعني ممكن ديروا كذلك صفائح كيجي حتى هو واعر. ومن بعد كديروا القسم الثاني ديال الحشوه من الفوق ديالو وكتبسطوا يعني من الجوانب، كتقادوا الحشوة من الجوانب كلهم. ناخد هنا الفورماج يعني وكنديروا من فوقه بالكامل، ممكن كذلك ديروا فوقه واحد البيضه، يعني ممكن ندير بيضه من فوقه وفرماج حتى هو كيجي رائع كذلك. شعلت الفران خليته حتى سخن، يعني كنشعل مهير من الفوق كنشعلو بشويه يعني ما يسخنش بزاف باش يتحمر ليا الفرماج بشويه. كيف ما كتشوفوا هنا الفرماج تحمر والكراتان وجد صراحه جا واعر بزاف 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 كيف ما كتشوفوا. واش نقول لكم المذاق ديالو يعني احسن بزاف من ديال المحلات، يعني انا براسي عزيز عليا بزاف الكراتان ديال برا، ولكن ملي درت هذا يعني ما بقيتش كناكلو في برا، دابا وليت غير كنطيبو في الدار من الاحسن ليا. كيف ما كتشوفوا كيجي زوين بزاف البنات، نتمنى منكم تجربوه وتردوا عليا الخبر. واللي عجبها الفيديو ديال اليوم ما ينساش يشترك في القناة ديالي ويشجعني ويدير لايك والجرس باش يوصلوا جميع الجديد ديالي. باي باي.